نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. العميد سلامي أشار إلى أن إيران انتقمت من الكيان الإسرائيلي لاغتياله علمائها النوويين خلال الفترة الماضية وهو يعلم ذلك. الحرس الثوري وحزب الله أكدوا من خلال الأحداث الماضية أنهم لا يتركون أي عمل بدون الرد عليه والانتقام له. كانت هناك فترة اغتال فيها الصهاينة علماءنا النوويين، وهم الوحيدون الذين يعلمون أين رددنا عليهم. نحن لا نعلن ولكنهم يعلمون، وبعد ذلك توقفوا. في هذه الأثناء ذكرت وسائل أعلام عبرية أن الاحتلال يتوسط لدى روسيا للدفع باتجاه التهدئة مع سوريا وإيران وحزب الله. ونقلت عن مصادر عسكرية أن الكيان الإسرائيلي يدرك جيدا بأن حزب الله سيرد لا محالة على عدوان القنيطرة. ترقب وحذر يحكم الكيان الإسرائيلي ويؤرق جبهته الداخلية بعد اعتداء القنيطرة وسط سعي محموم لحكومة الكيان لاحتواء الموقف. وسائل إعلام عبرية ذكرت بأن الحكومة الإسرائيلية توسطت لدى موسكو للدفع باتجاه التهدئة مع سوريا وإيران وحزب الله، ولتمرير رسالة للمعنيين في محور المقاومة مفادها بأن الكيان ليس معنيا بالتصعيد، وهو ما تؤكده زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى موسكو. اتخاذ القرار بهجوم القنيطرة لم يكن أمرا سهلا مع الكثير من التخبط، والتقدير هو أن إيران وحزب الله سيوجهان ضربة مؤلمة لإسرائيل من دون التسبب بجرها إلى حرب، وهذه الضربة ستوجه ضد الجنود. القناة الثانية في تلفزيون الاحتلال نقلت عن مصادر عسكرية أن إسرائيل تدرك جيدا بأن حزب الله سيرد لا محالة على اعتداء القنيطرة، وقالت إن رسالة تل أبيب إلى حزب الله إذا كان الرد حتميا فإنها معنية بأن لا يكون الهدف المدنيين، أما إذا لم يكن كذلك كأن يكون الهدف جنودا، فهذا يعني أن إسرائيل لن ترد وإنما ستعتبر ذلك نوعا من الالتزام بقواعد الصراع. فيما ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن إسرائيل تنتظر لترى كيف سيتطور الانتقام الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل تعزيز القوات على الحدود مع لبنان وسوريا بعد تقييم الوضع وتعزيز القوات داخل المستوطنات وعلى طول الحدود بسبب استمرار التهديدات. هناك حال تأهب لم نعرف مثيلا لها، والجيش أصدر بيانا استثنائيا حول تعزيز قواته والتي ستعزز بشكل إضافي في اليومين المقبلين، ولم أرى هذا الحجم من القوات داخل المستوطنات وحولها منذ حرب لبنان الثانية. داخليا فشلت كل المساعي لتهدئة روع المستوطنين الذين يترقبون ردا يجهلون حجمه ونوعه ولا يعرفون مكانه ولا زمانه. حالة الهلع في مستوطنات الجليل تحولت إلى ظاهرة مرضية في ظل شائعات تتقاذف المستوطنين من حديث لتسلل مجموعة لحزب الله عبر أنفاق تحت المستوطنات، وتداول سكان مستوطنة زرعيد فيديو لمغسلة أحد المنازل يسمع عبر أنبوبها أصوات حفريات وضجيج رغم مجاورة المستوطنة لموقع عسكري مجهز بالرادارات. فيما يخشى جيش الاحتلال التعامل مع هذه الأخبار خشية انهيار الأوضاع في الشمال بشكل كامل. أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع تشاك هيغل أمر بتوجه أول مجموعة تضم نحو 100 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط لإقامة مواقع تدريب للمسلحين الذين يقاتلون في سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الجنود سيصلون إلى دول خارج سوريا بدءا من الأيام المقبلة، يليهم مئات المدربين العسكريين خلال الأسابيع المقبلة. وجاء كلام كيربي بعد أيام على إعلان واشنطن قرارا بإرسال 1000 عسكري أمريكي لتدريب المسلحين في معسكرات تركية وقطرية وسعودية. أما بالنسبة للعراق فقد أكد كيربي جاهزية القوات للاستجابة في حال تعرض الأمريكيون للخطر، لكنه لا حاجة لتدخلها حاليا. في القاهرة دعت جماعات المعارضة السورية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ومؤسساتها والانتقال إلى الديمقراطية على قاعدة بيان جنيف وعبر هيئة حكم انتقالي مشتركة في مهلة زمنية محددة. وأصدرت جماعات المعارضة في ختام اجتماعها بالقاهرة بيانا من 10 نقاط نال موافقة 45 شخصا من أصل 50، ويتضمن الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين
وتتجاوز هذه الصيغة كل الصيغ الماضية التي جعلت مسألة الرئاسة مدخلا لبحث الحل السياسي. وأكد المعارض هيثم مناع أن 30% من المسلحين في مصر تدربوا في سوريا. قتل أكثر من 70 مسلحا من جبهة النصرة في اشتباكات مع الجيش السوري في بلدتي أبطع وداعل بريف درعا جنوبي البلاد. وفي ريف القنيطرة قتل أكثر من 47 مسلحا من النصرة في استهداف لتجمعاتهم من قبل الجيش. وفي العاصمة دمشق استشهد مدنيان وجرح 12 آخرون إثر سقوط قذيفة هاون على ساحة المواسم. وبريف حلب استشهد شخص في تجدد القصف بقذائف الهاون على بلدتي نبل والزهراء من قبل المسلحين، في وقت اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين قرب تلة المياسات بعد إحباط محاولة تسللهم قرب البريج في حلب. في الجهة اللبنانية للحدود السورية يسود هدوء حذر تلة الحمراء في رأس بعلبك وجرود عرسال بعد اشتباكات بين المسلحين والجيش الذي واصل انتشاره وتمشيط كل المنطقة الجردية المحاذية لرأس بعلبك. واليوم بدأ الجيش تشييع ضحاياه بعدما استطاع ليلا وفجر اليوم العثور على 5 سقطوا خلال الاشتباكات مع مسلحي داعش وجبهة النصرة، كما عثر على المفقودين من عناصره في تلة الحمراء. وكان الجيش قد أعلن أن هذه الجماعات هاجمت مركز مراقبة متقدما للجيش في تلة الحمراء في جرود رأس بعلبك. هذا وأفاد مراسلنا بوقوع انفجار استهدف مقرا لداعش في بلدة عرسال. السلام عليكم. طالب اجتماع المعارضين السوريين في القاهرة بهيئة حكم انتقالي تتولى السلطة في سوريا وفق جدول زمني محدد. واعتبر ممثل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في المهجر هيثم مناع خلال مؤتمر صحفي في ختام المحادثات أن غياب دور مصر عن حل الأزمة السورية فاقم المشكلة. المعارض السوري جمال سليمان من جهته قال إن القوى الإرهابية والتكفيرية الموجودة في سوريا لا يمكن لها أن تنخرط في حل سياسي. وكانت منى غانم ممثلة تيار بناء الدولة قد انسحبت أمس من الاجتماعات ورفضت توقيع البيان الختامي. وتشكيل لجنة التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه. هناك عدد كبير من الضباط اللي في البلد عم يقاتلوا أرسلوا تأييدهم لهذا المؤتمر منذ اليوم الأول وقبل ما يطلع البيان. فالفصائل الأساسية هيئة التنسيق الوطنية والتنظيمات الأساسية الأخرى الأساسية في الداخل موجودة في الصالة أو ممثلين عنها، وبالتالي يعني يقولوا لي الداخل غايب، أنا ما بظن أن الداخل غايب، بالعكس يمكن في هذا الاجتماع أحسن تمثيل للداخل لأنه في مؤتمر القاهرة بال2012 كنا مظلومين شوي. وعن اجتماعات المعارضة ينضم إلينا من القاهرة مراسل الميادين محمد العارف. إذا محمد، إذا أمكن يعني أن تضعنا مجددا والإضاءة مجددا على النقاط التي خرج بها البيان، وأيضا ماذا في جديد الاجتماعات، اجتماعات المعارضة طبعا في القاهرة، تفضل. يجب عن نقطة الأولى قصر بجديد الاجتماعات عقب الانتهاء من الاجتماع والمؤتمر الصحفي لممثلي المعارضة في أحد الفنادق، تم الانتقال إلى فندق قريب من مطار القاهرة الدولي للقاء السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعقد مع جميع ممثلي المعارضة اجتماعا مغلقا وصف بالمهمة من قبل المعارضة ومن قبل المراقبين المتواجدين في هذا الاجتماع. أبرز ما خرج به هذا اللقاء المغلق، وهذا ما علمناه بعد ذلك من في لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري حينما سألناه، أبرز ما خرج من هذا اللقاء أنه أكد للمعارضين السوريين المعارضي الداخل والخارج أن القاهرة ترحب ومستعدة بكل طاقتها أن تذهب معهم بكل طاقتها لحل الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. أكد لهم أن أي تأخير من أي طرف سواء من النظام أو من جميع ممثلي المعارضة في الداخل أو في الخارج سيصعب فرص إنقاذ الأزمة السورية مع كل وقت يطول. الجانب المصري أيضا ممثلا في وزير الخارجية
يتأكد أن الرؤية المصرية تقوم على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد، ووقف إراقة الدماء من جميع الجوانب هو الحل الوحيد لبدء التفاوض لإنجاز حل الأزمة السورية. هذا بالنسبة للجانب الأخير من اجتماعات اليوم. بالنسبة لأبرز النقاط المتفق عليها والمختلف عليها في المؤتمر الصحفي وقبيل المؤتمر الصحفي، أبرز النقاط المتفق عليها هو التوحد حول ضرورة الخروج من الأزمة السورية، الجميع لا يختلف على ذلك، ولكن آلية تنفيذ هذا الخروج ومدة هذا الخروج ربما كانت بعض اختلاف في الرؤى، ولكن الهدف في النهاية موحد عليه. آليات التنفيذ، البعض رحب بأن تكون آليات التنفيذ من خلال مؤتمرات أو إعلان جنيف، وأن يكون تشكيل هيئة حكم انتقالي مشتركة مؤقتة الزمن هو الحل الوحيد والناجع والذي ينجز هذه المهمة. البعض الآخر يعني صعد بالموقف وقال إن مؤتمر جنيف تم تجاوزه وهناك مطالب أكثر، ولكن هؤلاء هذا الرأي هو القليل في هذه الاجتماعات. التوحد حول مؤتمر جنيف هو كان الصفة الغالبة، و45 من المجتمعين وقعوا على 10 نقاط التي اتفق عليها والتي جاءت كبوصلة أو خريطة طريق للتحرك في الفترة المقبلة لقوى المعارضة في الداخل أو في الخارج في خلال اجتماعهم في أبريل نيسان المقبل، الذي أيضا ستستضيفه القاهرة وسيشمل أعداد أكبر وسيشمل نقاط أوسع من الحل للأزمة السورية. نستطيع أن نصف أن هذا الاجتماع بموجب ما خرج به وبموجب ما حدثنا عنه المعارضون والجانب الرسمي المصري هو اجتماع ناجح، حيث أنه قرب المختلفين والمتناقضين في الرؤى في السابق، جعلهم يجلسون أمام بعض ويتناقشون ويتحاورون حول المخاطر التي باتت تهدد مستقبل الدولة السورية وسلامة أراضيها بشكل كبير. هؤلاء جلسوا مع بعضهم البعض وتحاوروا خلال الاجتماعات على مدار يومين في القاهرة وخرجوا بنقاط، يعني عدد 45 من 50 ممثل يتفقون ويوقعون. بالنسبة للنقطة الوحيدة التي أود أن أبرز إليها الاهتمام هي تيار بناء الدولة الذي خرج، يعني هو خرج ليس رافضا لمحتوى الورقة، ولكنه رفض أو اختلف على طريقة إدارة حوار الجلسات في اليوم الماضي فقط، ولكن هناك كان إجماع وطني، الوطنية كانت يعني تميز هذه الاجتماعات هذه المرة، والجميع خرج متفائلا، والقاهرة وعدت بالمزيد من الجهود لإنجاح الوضع في سوريا وإنقاذ الوضع في سوريا. وزير الخارجية المصري أكد أن استقرار سوريا وعودة سوريا إلى مكانتها هو ليس استقرارا لسوريا وحده، وإنما قوة للأمة العربية. سوريا اعتبرها وزير الخارجية كما وصفها أنها الجبهة الشرقية القوية للعالم العربي بأسره. هذا هو ما أهم خرج به سلمى. محمد العارف مراسل الميادين كنت معنا عبر سكايب من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وتنضم إلينا في الاستوديو نائب رئيس تيار بناء الدولة سيدة منى غانم. أهلا وسهلا بك معنا سيدة منى في استوديوهات الميادين. يعني سأبدأ معك مما أيضا تحدث به زميلنا محمد عن انسحاب تيار بناء الدولة. حضرتك انسحبت أمس من الاجتماعات ورفضت توقيع البيان الختامي، بداية ماذا عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانسحاب وماذا يفهم منه؟ طبعا نحن أريد أن أعلق فقط على ما ذكره مراسلكم في القاهرة أن اعتراضنا فقط على إدارة الحوار، هذا الكلام ليس دقيقا، وسأشرح الأسباب التي أدت إلى انسحابي كنائب رئيس تيار بناء الدولة السورية وليس بصفتي الشخصية، لأني أرفض المشاركة بأي لقاء سياسي إلا بصفتي التيارية. أولا يعني نعتقد أن هذا اللقاء بجلب شخصيات من المعارضة وتشكيل كتلة منها أخرى يساهم في تقسيم المعارضة. نحن طالبنا كثيرا خلال نقاشاتنا مع المجموعة المعارضين في القاهرة أن تكون التواجد بصفة تمثيل سياسي، بمعنى أننا بعد 3 سنوات نعود إلى اجتماع شخصيات معارضة، بعد 3 سنوات لم تنجح السوريين في تشكيل أحزاب سياسية معارضة كانت أم موالية، هذا أعتقد أن هذا فشل كبير، يعبر عن فشل كبير. لذلك نحن رفضنا إلا أن يكون هناك تمثيل سياسي، وأهمها للقوى السياسية تيار بناء الدولة، الهيئة التنسيق، وأيضا الائتلاف السوري. الشيء الثاني أننا نرى أن هذا تشكيل هذه الكتلة، أنا ما أرى أن هناك ما رأيناه في تيار بناء الدولة السورية أن هناك تشكيل كتلة سياسية جديدة، ليس مفهوما هل انضمت كتلة الجربة في الائتلاف إلى هيئة التنسيق في المهجر أم بضاف إلى بعض المنسقين، لأن السيد الجربة كان موجود في الافتتاح والسيد فائز سارة هو من كتلة السيد أحمد الجربة في الائتلاف، فهل ليس مفهوم حقيقة بالنسبة لنا هل هذه الكتلة تمثل التحالف بين هيئة التنسيق في المهجر
المهجر وكتلة الجربة والمنسقين، أم هي تحالف بين الهيئة التنسيق بشكل عام؟ لأن في اللجنة التي تم تشكيلها لا يوجد ممثل من هيئة التنسيق في الداخل. يوجد أين المشكلة يعني لكي لكل من يحضرنا يعني يفهم أين المشكلة في هذه النقاط؟ تحديدا لا ننسى أنه هذا أول اجتماع، على الأقل ربما نستطيع القول أنه المعارضة مجتمعة جلست على هذا ليس صحيح. هذا ليس صحيح، المعارضة لم تكن مجتمعة، كان هناك شخصيات من كتل سياسية مختلفة وليست المجموعات بصفاتها الحزبية طبعا، ولكن كتل سياسية مختلفة. لا كل الكتل السياسية، ليست كل الكتل السياسية، هناك كتل سياسية كبيرة كانت موجودة في الائتلاف لم تكن موجودة على الطاولة أيضا. هذا التشكيل يساعد في تشكيل كتلة سياسية ضمن الاصطفافات الإقليمية، وهذا الشيء بالنسبة لنا يعني غير مفهوم وغير مقبول. لماذا لا ننظر إلى النقاط العشر التي خرج بها البيان إذا كان الكل يعني يتمحور حول هذه النقاط؟ ما المشكلة إن كان لا يوجد مشكلة يعني أستطيع أي مجموعة من السوريين أن يتحالفوا مع بعضهم وأن يشكلوا كتل سياسية أو مجموعات سياسية، ليس بالعكس، نحن نشجع على ذلك، نحن نشجع على تشكيل وحراك سياسي، لكن لا نستطيع أن نخلط الأوراق وأن نجلب شخصيات من قوى سياسية ونقول أن لدينا قوى سياسية جديدة. بالنسبة لي هذا تقسيم للمعارضة. الشيء الثاني الموجود في البيان جيد باستثناء ونقطة واحدة كان لدينا خلاف عليها، وهي هيئة الحكم الانتقالي. نحن نعتقد أن هيئة الحكم الانتقالي أو تفسير الذي في بال الآخرين بتشكيل مجلس انتقالي هو يعني تفسير غير واقعي لما ورد في بيان جنيف. نحن في تيار بناء الدولة السورية مشروعنا هو حكومة ائتلافية فيها توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء. نحن لا نعتقد أن هناك إمكانية سياسية واقعية لتشكيل مجلس انتقالي يتم فيه نقل السلطة في سوريا. طب الحل هو بالانسحاب، أليس الحل إعطاء يعني ما تم البدء فيه بالقاهرة المزيد من الوقت والانتظار قليلا والمشاورات أكثر وأكثر عزيزتي ربما إلى الوصول عزيزتي إلى حاولنا كثيرا بالمشاورات وحاولنا كثيرا. نحن في تيار بناء الدولة السورية لا نريد أن نكون جزءا من كتلة معارضة تساهم في اصطفافات في تعميق الشرخ في الاصطفافات الإقليمية والدول المتصارعة على لكن سوريا. لكن البديل ليس أفضل. لا ربما يكون هذا البديل أفضل، وربما يعني بالنسبة لنا أي تشكيل سياسي جديد لن يساهم إلا في شرزمة المعارضة. يعني إذا غيرنا الاسم فإن آليات العمل لا تتغير، علينا أن نغير آليات العمل بين المجموعات السياسية المختلفة وأن تساعد تعمل على تنسيقها، لا أن نشكل جسم جديد من شخصيات نفسها مأخوذة من هذه الكتل السياسية. الحل أن تجلس القوى السياسية الأساسية في سوريا على طاولة واحدة وأن تتناقش وأن تصل إلى حلول. بالنسبة إلى هيئة الحكم الانتقالي يعني أنا أشك أن هناك 20% من أو 30% من الاتفاق بين قوى المعارضة وليس الشخصيات. بالنسبة لنا الشخصيات لا قيمة لها إذا لم نكن هناك تشكل سياسي حزبي، لأن نحن نعتقد أن لب الصراع في سوريا هو على الحريات السياسية وليس على إمكانية أن نقول أنا شخصية معارضة أو ذاك شخصية معارضة. طيب ماذا عن الاجتماع في الربيع المقبل أيضا في القاهرة؟ إلى حينه ماذا سيكون يعني قد تبلور؟ حدثينا أيضا عن دور القاهرة في حل هذه الأمور، وسمعت ما قاله زميلنا نقلا عن الوزير وزير الخارجية السيد سامح شكري. نعم، نحن نعتقد أن مصر تحاول أن تلعب دورا إيجابيا بناء في القضية السورية، وهي تحاول أن تأخذ أن تخلق مناخا حياديا من أجل أن يكون هناك حل سياسي حقيقي في سوريا. سيد هيثم منع نفى ذلك وقال أنه لا تلعب دورا كما يجب وإلا كانت وجدت حل للقضية والأزمة السورية. الحل بأيدي السوريين، يعني يكفينا أن نلجأ إلى الدول ونطلب منها حل. الحل بأيدي السوريين أن لا يزيدوا في تشرذمهم ولا يزيدوا في انقسامهم وأن يجلسوا على طاولة حوار حقيقية أو طاولة من أجل إعداد مبادئ للتفاوض. يعني وهذا ما ذكره أيضا على الجانب على المقلب الآخر النظام السلطة السورية بلسان الرئيس بشار عندما قال أننا نريد مبادئ تفاوض. أعتقد أن هذه النقطة جوهرية، علينا أن نعمل على مبادئ التفاوض وأن نوحد المعارضين على ما هو شكل التفاوض الذي نقبل به في المستقبل. على أي حال سنتابع معك السيدة منى، ولكن بعد هذه التقارير وسأعود إليك للتعليق معا عليها. شكرا. من جهتها أعلنت دمشق أن الوفد الرسمي السوري المشارك في حوار موسكو هو الفريق نفسه المفاوض في محادثات جنيف، إضافة إلى معاون وزير الخارجية أحمد الكزبري والسفير السوري في موسكو رياض حداد. ويضم الوفد مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وعضو مجلس الشعب أحمد الكزبري، إضافة إلى محمد خير عكام أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، وكل من أسامة علي من الخارجية السورية وأمجد عيسى من المكتب الصحفي في القصر الرئاسي.
ميدانيا أيضا أفاد مراسل الميادين عن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة قرب تلة المياسات بعد إحباط الجيش محاولة تسلل للجماعات المسلحة إلى التلة قرب البريج شمال حلب. وكان الجيش قد قتل نحو 30 مسلحة من جبهة النصرة وتمكن من أسر عدد منهم في كمين على طريق براق السويداء في ريف درعا، كما استهدف مجموعة مسلحة من جبهة النصرة مكونة من 50 عنصرا وفجر عبوات بالمسلحين، فيما أردى باقي أفراد المجموعة بالنيران الرشاشة. وعلى الحدود مع تركيا سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي على قرية ترمك الواقعة بين هضبة مشتنور وطريق حلب عين العرب وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض. هذا التقدم لقوات حماية الشعب جاء عقب اشتباكات مع تنظيم داعش، كما تمكنت الوحدات الكردية من التقدم داخل مدينة عين العرب والسيطرة على مدرسة الشريعة وشمالها وشرقها، إضافة إلى السيطرة على مسجد سيدان، فيما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة في أطراف منطقة الصناعة. نعود مشاهدينا إلى ضيفتنا في الاستوديو السيدة منى غانم نائب رئيس تيار بناء الدولة، من جديد أرحب بك معنا. شكرا. هنا في استوديوهات الميادين، يعني تعليق على الخبر أنه دمشق أعلنت أن الوفد الرسمي السوري المشارك في حوار موسكو هو الفريق نفسه المفاوض في محادثات جنيف. بداية، ماذا عن ذهابكم إلى موسكو؟ هل ما زال الاعتذار عن هذا الاجتماع موجود؟ ماذا عن هذا ومشاركتكم في هذا الاجتماع؟ وأيضا ما تعليقك أنه الوفد السوري الرسمي السوري هو نفسه وفد جنيف؟ هل لديكم أي مشكلة مع هذا الموضوع؟ طبعا نحن في تيار بناء الدولة السورية أعلننا أننا لم نشارك بعد أن تحول هذا اللقاء إلى لقاء غير رسمي، يعني ولا يوجد هناك أي أجندة أو برنامج عمل، وأيضا إلى وجود قوى سياسية غير يعني ليس لديها مشكلة مع النظام السوري، فلا نرى أن هناك داعي لأن تذهب إلى موسكو لتتفاوض مع النظام السوري أو مع السلطة السورية. بالنسبة إلى الوفد المشارك، يعني طبعا هو وفد عالي المستوى، وهذا يدل ربما أن هناك يعني تعاون من النظام بين السلطة السورية وبين دولة روسيا من أجل إظهار أن هناك جدية بالتفاوض. نحن نعتقد أن المبادرة نعتقد أن بوجود مبادرة روسية، ونعتقد أن هذه المبادرة تحتاج إلى مؤشرات وإجراءات بناء الثقة، وأولها إطلاق سراح المعتقلين. وهنا يعني أذكر أن رئيس تيار بناء الدولة السورية الأستاذ لؤي حسين ما زال معتقلا، وتم تجريمه وتحويل أوراقه إلى القاضي من أجل اتهام، يعني هو كان موقوف على زمة القضية واليوم تم تحويل أوراقه على اتهامه. يعني هذه ليست مؤشرات إيجابية بحقيقة الأمر، ولا تدل على أننا ندخل في مسار التفاوض. نحن في تيار بناء الدولة السورية نعتقد أن الحل يعني أو جذور الحل تبدأ من دمشق، إطلاق سراح المعتقلين، إطلاق الحريات السياسية، وأي تفاوض في أي مكان آخر لن يساعد ما لم يكن هناك إجراءات على الأرض من قبل السلطة السورية. طيب، ولكن يعني هلأ أمام المجتمع، أمام السوريين حتى، أمام كل المجتمع الدولي، اليوم أنتم فوتتم فرصة لقاء القاهرة وتفوتون اليوم فرصة أخرى فيما يتعلق باجتماع موسكو. عزيزتي، قيل لنا هذا الكلام مئات المرات في مئات المؤتمرات. نحن بالنسبة لنا ما نراه. هل تعتقدين أن مشكلة سوريا اليوم مشكلة الدولة السورية فقط؟ لا، سؤالك له شقين. الشق الأول أننا فوتنا فرص. نحن لا نعتقد أن هذه المؤتمرات وهذه الكتل السياسية المشكلة جديدا ستساهم في حل، فنحن لا نريد أن نوهم السوريين أن هناك حل ونذهب إلى مؤتمرات ثم نعود خالي الوفاض. نحن كنا نريد أن يكون هناك جدية من خلال إجراءات بناء الثقة، ولم يتحقق هذا الأمر. أي ذهاب للمؤتمر يعني قضية سهلة، نحن نقضي حياتنا في المؤتمرات وما أكثر المؤتمرات عن سوريا. المؤتمر ليس هو الفرصة، الفرصة هي أن يكون هناك مبادرة روسية، ونحن ندعم أي تحرك روسي في هذا السياق من أجل بناء إجراءات الثقة في سوريا، من أجل فتح قنوات جدية للحوار والتفاوض مع النظام. ونحن يعني شاركنا أيضا على المقلب الآخر في المؤتمر الذي عقد في دمشق، كل الدروب إلى دمشق لبدء أسس للتفاوض أيضا مع الأحزاب المرخصة في سوريا. نحن نعمل مع كافة الأطياف السياسية في سوريا، لأنه نعتقد أننا لا نستطيع بناء حل ما لم يتم استيعاب وضم جميع القوى السياسية. طيب، الخطوات اللي حضرتك تكلمتي عنها أنه يجب أن تبدأ من سوريا، يعني يمكن أن تتبلور في هكذا
اجتماعات، لماذا إذن الحوار؟ ما هو نعم أنا لا أحتاج، أنا كمنى غانم مطير بناء الدولة السورية حقيقة لا أحتاج إلى الذهاب إلى موسكو لألتقي السيد وليد المعلم، يعني بيني وبين مكتبه 10 دقائق، أستطيع أن أذهب، يعني أتمنى أن يطلبني رسميا وأذهب أنا وكل الكتل السياسية لكي يعني لا نحتاج إلى الذهاب إلى موسكو لكي نناقش هذه القضايا، نحن موجودين بالبلد ومشروعنا السياسي موجود وخطواتنا موجودة، نحن لا نرفض الحوار والتفاوض، نحن نرفض ألا يكون هناك جدية في هذه المسارات. دعوة الناس بصفاتهم الشخصية مرة أخرى هي شرزمة وتشديد للعمل السياسي الذي تم تأسيسه عليه في سوريا، عدم وجود جدول عمل واضح، ما هو المتوقع من هذه المخرجات، كيف سيتم الاتفاق مثلا بين هذا الطيف السياسي الواسع المدعو إلى اللقاء الأول قبل لقاء السلطة السورية. تحدثت حضرتك عن نقاط، ولكن هناك مشكلة أكبر، هذه الجماعات المسلحة في سوريا أيضا من المسؤول عنها؟ تحدثت أنه يجب إطلاق سراح الأسرى، يجب كذا يجب كذا يجب كذا، هناك مشكلة أكبر، هناك جماعات مسلحة اليوم مستشرية في سوريا، هناك أصبحت القضية أكثر من مجرد اعتراض على السلطة، أو يعني بعد 4 سنوات نتحدث من الأزمة، رأينا سوريا إلى أين وصلت، هل برأيك هذه هي النقاط بهذه السهولة يمكن أن تحل يعني المشكلة؟ لا، بالنسبة لنا موضوع الإرهاب الموجود في سوريا وخاصة داعش اللي تهدد الكيان السوري حله في أمرين. الأمر الأول هو التوافق الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب التي من قبل وتسكير الحدود والحصول توافق دولي روسي أمريكي على الحل في سوريا، والحل الثاني حضرتك تحدثت أنه توافق دولي أمريكي روسي ألا يستدعي هذا التوافق الذي يجب أن يجفف منابع الإرهاب الذهاب إلى موسكو على لا 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 يوجد في موسكو أي اتفاق، لن يحدث هناك أي اتفاق، وأتمنى أن أكون مخطئة وسأتي إلى إذاعة الميادين لأقول أنني مخطئة، لن يصدر عن اجتماع موسكو أي شيء يساعد في حل الأزمة السورية. الحل ما زال يحتاج إلى كثير من الإجراءات لكي يبنى، ونحن في هذا السياق ندعم أي مبادرة روسية. طيب، سنتابع أيضا هذا التقرير سيدة منى وأعود إليك للمناقشة. في الولايات المتحدة الأمريكية أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن بلاده أعطت الموافقة المبدئية على إرسال دفعة أولى من نحو 100 جندي أمريكي لتدريب من وصفها بالمعارضة السورية المعتدلة. الأسبوع الماضي أذن وزير الدفاع تشاك هاجل مبدئيا بإرسال فرقة من المدربين للشروع في تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، ونعتزم إرسال أكثر من 400 جندي لهذه المهمة وعدة مئات من قوات الدعم ليصل إلى نحو 1000 عنصر أو أكثر في الأسابيع المقبلة. بالتوازي، أظهرت أحصاءات كشفها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن داعش لم يخسر سوى 1% من المناطق التي سيطر عليها في العراق منذ بدء غارات التحالف، وأقر كيربي بأن التنظيم خسر 700 كيلومتر فقط من أصل 55,000 كيلومتر مربع سيطر عليها العام الماضي. كيربي قال أن هذه نسبة ضئيلة، لكنه تدارك أن هذه الكيلومترات المربعة تشكل مناطق مهمة بالنسبة لداعش، بينها مدن ومناطق مأهولة. من جديد نعود إلى ضيفتنا هنا في استوديوهات الميادين السيدة منى غانم نائب رئيس تيار بناء الدولة. من جديد أهلا بك معنا. أهلاً، يعني سهلاً. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أعلن أن بلاده أعطت الموافقة المبدئية على إرسال دفعة أولى من نحو 100 جندي أمريكي لتدريب من وصفها بالمعارضة السورية المعتدلة. كنا نتحدث أنه بالنقاط العشر الحل الأساس في سوريا هو حل سياسي. نعم، لا يوجد حل عسكري، لا يوجد أي أفق للحسم العسكري، يعني كل ما هنالك أننا نزيد في تعميق الشرخ في سوريا، وبطبيعة الحال هو الحل السياسي. لذلك يجب علينا أن نكون هذا الحل أن يكون شامل وأن يشمل كل القوى السياسية والعسكرية المنخرطة في هذا الصراع في سوريا. أما حصر التفاوض أو الحوار على مجموعة وتغييب الآخر لن يفيد بأي شكل من الأشكال في إيجاد أي حل سياسي. أنا أتحدث عن هذه الخطوة الأمريكية اليوم. نعم، أنتم كمعارضة اليوم كيف تعارضونها إذا كان فعلا الحل سياسي وليس عسكري؟ نحن بطبيعة الحال ضد أي نوع من أنواع التسليح في سوريا، ضد أي نوع من العنف. بالنسبة لنا أن التسليح لم يزد الوضع إلا سوءا في سوريا، ولذلك نحن لا نوافق. وأنا كنت في نيويورك تايمز وأخبروني على موضوع المعارضة المعتدلة، فقلت لهم لا يوجد معارضة معتدلة إلا في الأوراق الأمريكية، يعني نحن لا نرى أن هناك معارضة معتدلة على الأرض. نحن نرى أن لابد من إيجاد حل سياسي سوري، لكن هذا الحل السياسي يضم القوى السياسية وأيضا القوى العسكرية.
السرية. على أي حال يبدو أن لا جدوى أيضا من غارات التحالف، يعني كل ما قاموا به هو سيطرة، أو داعش لم يخسر بعد كل هذه الغارات سوى 1%، يعني لم يكن هناك أي تقدم في هذا الحل. أيضا سيدة منى غانم نائب رئيس تيار بناء الدولة كنت معنا، شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. شكرا لك. نبدأ هذه النشرة من أخبار الميدان، حيث نفذت وحدة من الجيش كمينا محكما لتجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف درعا، قضت خلاله على أكثر من 40 إرهابيا في أطراف منطقة اللجات، وألقت القبض على عدد منهم أثناء محاولتهم الفرار. كما قضت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة على 40 إرهابيا في بلدة إبطع، و30 إرهابيا في بلدة داعل، بينهم متزعم في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وعلى كامل مجموعة إرهابية تكفيرية شمال غربي بلدة عتمان. وفي ريف القنيطرة قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على 47 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في بلدة مسحرة، كما أوقعت أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين جنوب غربي بلدة الحميدية. وفي ريف السويداء دمرت وحدة من قواتنا المسلحة تجمعات للتنظيمات الإرهابية التكفيرية، وأوقعت أعدادا من أفرادها قتلى ومصابين في تل شهيب شرق مطار خلخلة. كما أوقعت وحدات من قواتنا المسلحة عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين في رجم القصر والمشيرفة الجنوبية وهبرة الشرقية بريف حمص الشرقي. أما في ريف إدلب فقد أوقعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعدادا من الإرهابيين قتلى ومصابين في النيرب وسراقب وكفر نجد وكفر لاتا والبويطي. شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة الحسكة يؤكدون خلال لقائهم ممثل القيادة العسكرية في المحافظة، يؤكدون وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن. في إطار لقاءاته المتواصلة مع مختلف الفعاليات في محافظة الحسكة، التقى ممثل القيادة العسكرية بالمحافظة مع شيوخ ووجهاء العشائر وبحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب. ممثل القيادة العسكرية وبعد أن قدم عرضا شاملا عن الواقع الميداني والبطولات التي يحققها أبطال جيشنا الباسل في تصديهم للمجموعات الإرهابية المسلحة على امتداد ساحة الوطن وخاصة محافظة الحسكة، أكد على أهمية دور العشائر في تصديهم لذلك الإرهاب الذي يستهدف البشر والحجر، وذلك نظرا لما يتمتعون به من شهامة ونخوة وعزيمة لا تلين. وجهاء وشيوخ العشائر من جانبهم أكدوا وقوفهم جنبا إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري في تصديهم للحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من 4 سنوات وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن. نحن خلف الجيش العربي السوري لصد الإرهاب، لصد كل شيء، كل غازي بده يريد الميل من بلدنا، مستعدين نضحي بأولادنا وبأرواحنا في هذا البلد. اجتمعت اليوم العشائر، عشائر محافظة الحسكة، مشان تقف وقفة رجل واحد مع الجيش العربي السوري وتدعم الجيش العربي السوري، هذا الجيش اللي نعتز فيه لتحرير الحسكة ومن ثم تحرير كامل تراب سوريا من الحسكة حتى درعا. الذي يدافع عن الحق في هذا الزمان هو الجيش العربي السوري الذي يدافع عن حمى الوطن، فالجيش والشعب واحد، ودور العشائر دور وطني بامتياز. نحن نتعهد بكل ما أتينا من قوة وبذل النفس والروح رخيصة أمام هذه الهجمة الإرهابية، لصد هذه الهجمة الإرهابية التي وقعت على هذا البلد. جيشنا العربي السوري هو ضامن للجميع وضمان استقرار وسياج الوطن. فيما دعا البعض كل من غرر به من أبناء العشائر بالعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه الشرفاء. الشباب المغرر فيهم إن شاء الله ندعيهم أن يعودون على رشدهم ويرجعون تحت راية العلم العربي السوري، وهذا جيش سوريا. أبناء العشائر اللي كانوا مهربين أولادهم من القوات المسلحة من الشرطة اللي فروا خارج المدينة عادوا إلى صفوف الوطن بعد ما اقتنعوا قناعة كاملة إن هذا الجيش لن يقهر وسوريا لن تقهر ولا يحتلها لا غريب ولا قريب. وفي ختام اللقاء أجاب ممثل القيادة العسكرية في المحافظة على بعض التساؤلات والمطالب التي قدمها الحضور، مؤكدا على تأمين تلك المطالب ضمن الإمكانات المتاحة.
بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد، قام سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي في مشفى سيدة المعونات في جبيل، مطمئنا على صحته بعد العملية الجراحية التي أجريت له أمس. ونقل السفير عبد الكريم تحيات الرئيس الأسد إلى البطريرك الراعي وتمنياته بالشفاء العاجل له، الأمر الذي لقي التقدير والشكر على هذه اللفتة الكريمة. التقى الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، التقى المكتبة التنفيذية الجديدة للاتحاد العام لنقابات العمال. وأكد الهلال أن الطبقة العاملة أحد أهم مكونات حزب البعث، وهي التي بنت سوريا الحديثة، واليوم يعول عليها كونها عامل استقرار لاقتصادنا الوطني وأمننا الاجتماعي، منوها بالنجاح الكبير للانتخابات العمالية والتي تمت بأجواء من الحرية والديمقراطية، عكس فيها العمال وعيهم وإدراكهم العميق لما يمر به وطنهم، مشيرا إلى الدور الكبير للطبقة العاملة في مرحلة إعادة الإعمار وضرورة وضع الخطط والمشاريع الخاصة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني. وأتمنى الهلال لقيادة الاتحاد الجديدة التوفيق والنجاح في عملها وخدمة عمالها. شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري أكد أن المكتب سيكون على تواصل دائما مع الاتحاد وسيتابع عمله وسيقدم له الدعم والعون كله، منوها أن من أولويات عمل الاتحاد للمرحلة القادمة الإسراع بتعديل قانوني العمل الخاص والتنظيم النقابي. رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري أوضح أن الهدف الذي سيعمل عليه الاتحاد هو تحقيق مصالح العمال أولا والمصلحة الوطنية ثانيا واعتماد الأسلوب العلمي للاتحاد. وخلال لقائه وفدا من اتحاد المعلمين العرب، أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي على الدور الكبير الملقى على عاتق اتحاد المعلمين والهيئات والمنظمات العربية العاملة في الحقل التربوي في خلق وتكوين وعي قومي مقاوم لدى أعضائها إزاء مختلف المشاريع والمخططات الاستعمارية والإمبريالية العالمية الرامية للنيل من منطقتنا العربية بشكل عام وإرثنا الحضاري ولغتنا العربية بشكل خاص. وأضاف الهلال أننا في قيادة حزب البعث نقدر عاليا وقوفكم معنا في مواجهة الحرب التي تشن علينا وإصراركم على عقد مؤتمركم في دمشق خلال الأشهر القادمة خير دليل على أننا لسنا وحدنا في هذه المواجهة، مبينا أن القطاع التربوي والتعليمي كان من أوائل القطاعات التي تم استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية، إلا أنهم وعلى الرغم من أن هذا الاستهداف فقد فشلوا في تحقيق أهدافهم بسبب إصرار كوادرنا التعليمية على مواصلة عملهم. خلف زناتي نقيب المعلمين في مصر رئيس الوفد أكد أن صمود سوريا أسقط المخططات التي كانت مرسومة للمنطقة العربية، ولا سيما أنها اليوم تدافع عن الأمة العربية، مشيرا إلى الدور القومي الذي تقوم به نقابة المعلمين في سوريا. كرم الاتحاد الرياضي العام فرع القنيطرة عددا من الأبطال الرياضة والإعلاميين والرياضيين لتحفيزهم على المثابرة والمتابعة في طريق النجاح. لأن الرياضة حياة، ولأن الشباب السوري مفعم بها وصانع لها، كرم الاتحاد الرياضي العام فرع القنيطرة بحضور رسمي وشعبي في دمشق عددا من أبطال الرياضة السورية الذين رفعوا بإنجازاتهم اسم سوريا عاليا في المحافل العربية والدولية. الإنسان السوري هو قادر على أن يتكيف مع كل الأوضاع وأن يقاتل الإرهاب بشكل قوي وواضح، وأيضا أن يسعى لأن يرتقي بثقافة المجتمع بتكريس الرياضة وقبل ذلك الأخلاق الرياضية في المجتمع لتكون نسقا قيميا تماما، كما نكرس قيمة الشهادة أيضا نكرس الرياضة والروح الرياضية كأخلاق. نحن الرياضيين سنساهم مع باقي مؤسسات الدولة بإعادة بناء سوريا وإعادة إعمارها. اليوم هذه الحالة التكاملية بين الإعلام الرياضي بكل قنواته وبكل مؤسساته مع مؤسسات الاتحاد الرياضي تكريم اللي عم يقوم فيه اليوم لجنة الصحفيين الرياضيين
مع فرع الاتحاد الرياضي في القنيطرة هو حالة تكاملية لكل مؤسسات سوريا، لأنه لولا وجود هذه المؤسسات لما استمرت سوريا. لقاء الصحافة الرياضية بالقيادتين الصحفية والرياضية له الآن مداليل مختلفة، حيث سجل الرياضيون والصحفيون مواقف بطولية كبيرة امتزجت دماؤهم مع بعضهم البعض فوق تراب سوريا، وامتزجت أيضا مع دماء الشعب السوري والجيش العربي السوري البطل الذي يذود ويدافع عن سوريا. بالجد والمثابرة حصدوا مراكزهم والتي لن يتوقفوا عندها، بل أمامهم الأفق مفتوح وطموحهم أكبر. هذا التكريم بدعمنا أنه نحن ندافع دائما عن الإنجازات اللي حققناها، ونسعى بكل شكل دائم أنه نحن نطور رياضتنا ونطور أساليب تدريبنا لحتى نقدر نحافظ على الإنجاز، لأنه المهم مو هو الإنجاز، المهم هو تحقيق المحافظة على هذا الإنجاز، وأنه نقدر نحافظ دائما بشكل كامل على كل الإنجازات اللي حققناها، خاصة أنه محمد ما عم يلعب باسمه، عم يلعب باسم السوريين جميعا. تسويق النجاح يبدأ من الإعلام. الإعلام الرياضي كان إعلام مسؤول، خاصة خلال الأزمة. بالتأكيد مثل ما الجيش عم بيحارب على الجبهة كان لنا معركة، عم نحاول انه نشجع اي فعالية رياضية او مو بالشرط رياضية، اي شغلة احنا عم نحاول انه نفوت فيها ولو شيء معنوي رمزي، بحيث انه تعطي دعم هيك لهالعالم تحس حالها انه فعلا مبسوطة، وعم الانجاز اللي حققوه لقى صيت بهالعالم بالوطن العربي وبسوريا خاصة. سوريا مهد التاريخ والحضارة لا ولن تشيخ بفضل شباب ايقنوا بأن عزة سوريا وشموخها أمانة في أعناقهم. إدارة الهجرة والجوازات فرع دمشق يتخذ عددا من الإجراءات التنظيمية لمنح جوازات السفر تلقى استحسان المواطن في سرعة الإنجاز. آليات جديدة ترسخها وزارة الداخلية لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملة المواطنين، وبعد حل مشكلة الازدحام من خلال الدوام المستمر ليلا ونهارا في الهجرة والجوازات، قامت خلال هذه الفترة بتنظيم تسجيل المعاملات والإسراع في إنجازها. ماشي بانتظام، وعم يعطونا بطاقات دور، ونحن متقيدين بالدور بشكل نظامي. استغرق 10 أيام، مدة 10 أيام. الحمد لله كانت إجراءات كثير معاملة حسنة هون، قدمت أوراق الثبوتية المطلوبة كذا، والحمد لله كانوا متعاونين ومتجاوبين معنا. بيجي عنا المواطن نطلب منه الهوية الشخصية، صورة على الهوية الشخصية، بياخذ من عنا استمارة، طبعا طوابع أو صور عن إذا في جواز سفر قديم، حسب صلاحية الجواز نحن بنعطيه مدة الصلاحية على موجب الهوية، تدقق الاستمارة على موجبها مستصدر جواز السفر الحديث. وفرنا على المواطن أهم شيء أنه الوقت والجهد، أنه كان ينطر بنظام الدور ساعة وساعتين ليجي الدور، أنه هيك بنفس الكوي على نفس النافذة بيخلص إجراءاته كاملة وبيتيسر، بعد 7 أيام بيستحصل على جواز السفر. تتوقع الجوازات سيادة العميد بعد ما يوقع بتكون جاهزة على 24، نصنفها نحن حسب الأحرف والتسلسل. مثلا الأحرف تجل أرض شفوف مثل ما كنتم شايفين، من الألف للياء، حرف حرف. بيجي المواطن بده جوازه، صاحب علاقة يكون موجود، مثلا أبو أمه، أخو عمه، أبو الجد. رئيس فرع دمشق للهجرة والجوازات وضع الآلية الجديدة ضمن منظومة العمل لتلبية احتياجات المواطنين بالسرعة الكلية. تنفيذا للتعليمات الصادرة عن السيد وزير الداخلية، فقد تم تزويد الفرع بأنظمة حاسوبية حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى تطوير برنامج خدمة الجوازات وهي أكثر دقة وأمنا. أيضا تم تركيب نظام الدور التي تم تركيبها مؤخرا، فهي لاقت ارتياحا من قبل الأخوة المواطنين ورضا، بحيث يستطيع المواطن أن يتقدم بأوراقه الثبوتية إلى الموظف الجوازات بكل سهولة ويسر وانسيابية، وضمن نظام الدور العادي والمستعجل. أيضا تمديد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الدوام الرسمي، إضافة إلى ذلك تم رفض الفرع بعناصر ذو كفاءة جيدة جدا. كل هذه العوامل أدت إلى تحسين الخدمة بفرع هجرة مدينة دمشق. وحسب مصادر وزارة الداخلية، فإن المديريات ستراكم من آليات عملها لمصلحة المواطن.
رغبة منها في توفير مادة الغاز للمواطنين واقتصادا للوقت والجهد، فقد قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وجمعية موزعي الغاز بتوزيع المادة في دمشق اليوم في مناطق متعددة وفق برنامج محدد. عيننا الثالثة ثمنت هذه الخطوة ومتابعة منها لعمل المديرية والمناطق الموزع فيها وكيف يتم التوزيع وما هي الكميات ومدى كفاية المادة في دمشق وكيف يتواصل المواطن مع الجهات المعنية في حال وجود أي مخالفة أو التجاوز. هذه الأسئلة وغيرها نضعها أمام السيد عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق. أستاذ عدي مساء الخير. مساء الخير. يا مرحبا. كما تعلم أستاذ عدي، مادة الغاز المنزلي مادة أساسية في حياة كل مواطن. ما هو واقع توفرها في دمشق هذه الأيام وكيف تتم تغطية حاجة المحافظة منها؟ بداية بدي أوضح نقطة. تفضل. عملية توزيع الغاز يتم بإشراف المحافظة بشكل مباشر ونحن بنشارك عملية التوزيع. نعم أستاذ كجداول. أستاذ عدي. نعم حبيبي. أرجو أن نضع صوت التلفزيون كي يصل إلينا الصوت صافيا غير مشوش. تفضل. لا يوجد تلفزيون عندي. تفضل. طيب. فيتم تم منذ فترة عن طريق المحافظة توزيع توزيع الغاز على مناطق دمشق بحيث غطت 12 منطقة في دمشق. بواقع كل يوم منطقة. نعم. يوزع إليها الغاز عن طريق سيارات جمعية الغاز بواقع 12 إلى 14 سيارات تحمل هذه السيارات حوالي 3000 إلى 3500 أسطوانة غاز. هذا بالإضافة إلى موزعي الغاز الموجودين أصلا في مدينة دمشق منتشرين في أرجاء المدينة، وبالتالي واقع التوزيع يكون يوميا ما يفوق 20 إلى 24 ألف أسطوانة غاز بشكل يومي. التوزيع المهم بالتوزيع أنه يتم بإشراف أعضاء مجلس المحافظة والمخاتير وأعضاء لجان الحي وبإشراف من مديرية حماية المستهلك في دمشق بشكل عناصرها يتواجدون في بعض المواقع أو عدة مواقع يشرفون على عملية التوزيع حتى يتم التأكد من أن التوزيع يتم بالبطاقة العائلية وبالسعر المحدد من قبل المحافظة. طيب أستاذ عدي، لو سألتك عن المنطقة التي تم التوزيع فيها اليوم، ما هي المنطقة؟ يوم منطقة دمر وتوابعها. طيب وغدا مثلا، يعني المواطن يجب أن نضعه بصورة الأمور وأن يكون هناك جدول زمني لمعرفة المناطق التالية التي سيتم فيها توزيع هذه المادة. موقع الفيسبوك لمدينة حماية قبل اليوم دوما نضع برنامج التوزيع في اليوم التالي، فغدا سيتم التوزيع في مساكن برزة وتوابعها. نعم. طيب أستاذ عدي، ما هي الآلية المتبعة لديكم من أجل ضبط أو من أجل ضبط عملية التوزيع، يعني من أجل لا يكون هناك أي إتجار أو احتكار لهذه المادة؟ سابقا كان بعض الضعاف النفوس يقوم بتوزيع مادة الغاز في الليل بطريقة احتكارية، يظن المواطن أن المادة غير متوفرة يلجأ إلى دفع المزيد لثمن الأسطواني، لكن في حقيقة الأمر أنه الغاز متوفر بقدر حاجة دمشق بل أكثر من حاجتها في هذه الأوقات. فإحنا عمدنا إلى أن يتم التوزيع في وضح النهار عن طريق أن يتم تسجيل أسماء الموزع عليهم حتى البطاقات العائلية وفق محضر تنفيذ. هذا المحضر التنفيذ يجب أن يوقع عليه مختار الحي وأعضاء مجلس المحافظة، ومن ثم يوقع عليه من قبل مديرية حماية المستهلك ويختم بختمها، وإلا لم يستطيع الموزع أن يحصل على حصته في المرة القادمة إن لم يكون قد نفذ محضر تنفيذ ووقعه وصولا من مديرية حماية المستهلك. نعم. أستاذ عدي إذا سمحت لي، إلى أي حد يمكن أن تكون العقوبات رادعة في حال وجود سوق سوداء أو احتكار أو إتجار بهذه المادة؟ حقيقة التوجيهات كانت والأوامر كانت صارمة من الحكومة ومن السيد وزير التجارة الداخلية ومن السيد المحافظ خاصة في الأسبوع الماضي،
نحن نعمل حاليا أي إنسان يخالف هذه التعليمات سواء من حيث احتكار أو رفع السعر فورا إلى سحب الرخصة منه. ونحن بدأنا نطبق هذه العملية منذ يومين وبدأنا نسحب الرخص من الموزعين سواء الغاز أو المازوت الذين يحتكرون الماسة. نعم أستاذ عدي، لوحظ في الفترة الأخيرة امتلاء اسطوانات الغاز بالماء بدل الغاز، وهناك نسبة لا بأس بها من الصمامات العاطلة، كيف يتصرف المواطن بهذه الحالة؟ يفترض بالمواطن أن يكون متأكد من المادة اللي عم يشتريها سواء الاسطوانة أو ما بداخلها. نعم. إذا كان عن طريق جمعية الغاز أو عن طريق الموزع بوجود أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء لجنة الحي، تأكد تماما لن يكون هناك فش. أما إذا اشتراها من ما يسمى باللغة العامية بالشقية عن طريق السيارات الصغيرة، هنا تقع المشكلة وهذا البيع ممنوع. أصلا نحن أي سيارة من هذا النوع بنلاقيها نقوم بمصادرتها، وصدرنا عدة سيارات. أنتم أستاذ عدي يعني لا تعطون تراخيص لمثل هذه السيارات الجوالة؟ هي غير مرخصة أصلاً، هي سيارات جولة غير مرخصة. إذن على المواطن أن ينتبه لهذه النقطة. نعم، وأن يدفع زيادة 1600 ثمن الأسطوانة، هذه فرنك لا يدفع زيادة عن الأسطوانة لأن المادة متوفرة وبكثرة. نعم. الأستاذ عدي شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، شكرا جزيلا لك على مشاركتنا في فترتنا الإخبارية المحلية أخبار البلد. يعطيك العافية. أصبحت مشكلة سيارة الأجرة ومزاجية سائقيها تؤرق شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين. كثير من الشكاوى والاعتراضات رصدتها كاميرتنا، مع جهل المواطن للإجراء القانوني الذي يجب أن يتخذه بحق مخالفات وتجاوزات سائقي سيارات الأجرة تحت مبررات الظروف الراهنة وارتفاع أجور المحروقات، ليكون المواطن الحلقة الأضعف الذي ينعكس عليه ارتفاعات الأسعار بشكل سلبي دون وجود رقابة فعلية. على الرغم من وجود العدادات لضبط أجرة السيارات العامة التاكسي، إلا أنها لم تعدل بعد وفق تسعيرة مادة البنزين والتي طرأ عليها تعديلات وتعديلات، لتتم عملية تحديد التسعيرة بعد التفاوض والاتفاق ما بين السائق والزبون، لتنتهي غالبا بالاستغناء عن التاكسي كوسيلة نقل أو القبول بالتسعيرة الخيالية للمضطرين. أخذ الشاب هنا من بستان كليب لاستراد الحمدانية، قلت له 700 قال 500، قلت له 600 بيني وبينك قال لا 500 قلت له طلع. لو مو مضطر انا ما باخذ تاكسي. وبالتالي اذا ركبوا عدادات بيكون افضل؟ ايه شيء اكيد. قال لي اذا داخلي تاكسي من السبيل لبيتي للعظميه بقول لك 400 ليره. ما في عداد. بنقول له يا اخي 250 يعني بنور الله، بقول لك لا. قصصوا لهم كازيه خاصه. قلنا لهم هالحديث وما هذا فعل. ما عدا رضي. نحن عم نضطر نفصل السائق قبل ما نطلع منشان الاجراء. كان اولي العداد هو الفاصل بين الزبون والسائق، هلا بنطلب انه يعدلوا تسعيره العداد بشكل يتناسب مع المواطن ومع السائق ومع مصروف السائق. افضل انه كثير لو مركبين عدادات او معدلين العدادات، نحن عندنا عدادات بس ما لهم معدلين اياهم. ليش ما بتاخذ تاكسي عددكم يعني منيح صار ما بتوفي؟ ما اظن لاني صاير شيء غالي كثير على ارتفاع البنزين وارتفاع المازوت كله، بقول لك ما بتوفي معي وما بشغل عدادات. ما عدلوا لي ويعني المواطن بده يدبر امره، يعني هلا باص 25 ليره بينما السياره ممكن 200 ليره تنقضى، بده يحط 25 على كل شخص 200 ليره كان ممكن تنقضى احسن كان. لتبقى سيارات الاجره العامه التاكسي وسيله من وسائل النقل التي لا يمكن ان نستغني عنها، فهي حتميه نلجا اليها في الاوقات الحرجه. ولكن متى ستنتهي مسألة تعديل العدادات لنضع الحلقة الأخيرة من مسلسل الأخذ والرد بين السائق والزبون؟ فؤاد أزمرلي، التلفزيون العربي السوري، حلب.
انطلقت اليوم اختبارات الترشيح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي، وبلغ عدد المسجلين 47,704 طلاب في الفرعين العلمي والأدبي، تقدم منهم نحو 95%. وزير التربية جال على مدرستي دار السلام وست الشام واطلع على سير الاختبارات فيهما. كنتم متوقعين أصعب من هيك الأسئلة بصراحة ولا أسهل ولا كيف؟ متوقعين أصعب من هيك. أصعب. كنا خايفين بس ما شو الأسئلة إحنا شو؟ أي مادة لقيتوها فيها صعوبة أكثر شيء؟ فلسفة. خلال شهر لازم يراجع دائرة الامتحان اللي سجل فيها مشان يقدم بقية أوراقه ليحضر حاله لامتحان البكالوريوس الحرة. نالت الأزمة السورية من قطاع التعليم وأرخت بظلالها الثقيلة عليه، لكن هذا القطاع الحيوي بقي متماسكا بسبب رغبة القائمين عليه في إبقائه كذلك، إيمانا منهم بجدوى العلم ودوره في بناء مستقبل الوطن. اختبارات تسير بشكل جيد في جميع المحافظات، وكان عامل جيد أنها بدأت في الساعة 10، يعني لم يكن هناك أي تأخير في أي محافظة لوصول طلبتنا، وفي يوم واحد يعني لدينا 47,704 طلاب لاختبارات الترشيح للامتحانات الشهادة الثانوية بصفة دراسة حرة، وهذا مؤشر يعني هالعدد هذا اللي تقدم بجميع المحافظات هذا مؤشر فعلا على أنه طلبتنا بالدراسة الحرة تقدم الطلبة الذين استعدوا بشكل جيد لامتحانات الشهادة الثانوية. إن شاء الله في صباح الغد ستبدأ أعمال التصحيح في جميع المحافظات، وإن شاء الله خلال أسبوعين سنعلن النتائج وعندها سيكون تقييم نهائي لهذا الاختبار. وزير التربية وخلال اطلاعه على سير الاختبارات في بعض مدارس دمشق استمع إلى آراء عينة من الطلاب الذين أثنوا على شموليتها للمنهاج. متوسط يعني في صعب وفي سهل. أسئلة فادتنا وأسئلة سهلة يعني ما نصعبة. قرار يعني كتير بفيدنا وإن شاء الله يعني بننجح فيه ونقدم هالبكالوريا. ماشي حالة بس التاريخ شوي. متحضرين لمليح كتير منيح لنشوف مين اللي بيستاهل يقدم بكالوريا ومين ما بيستاهل. حاطين خلاص 19 و11 وعم بيحتبرونا فيها. كانت سهلة الأسئلة وعرفنا نجاوب الحمد لله. خطوة جديدة تحسب لوزارة التربية التي تسعى باستمرار للنهوض بجودة المنتج التربوي من خلال مخرجات ذات تكوين معرفي ومهاري تماثل غيرها من الدول، وتساهم في الحد من التسرب من التعليم المهني ودفع الطلاب للالتزام بمدارسهم، فضلا عن الحد من الهدر نتيجة تسجيل أعداد كبيرة من طلبة المدارس الحرة واستنكافهم فيما بعد عن التقدم للامتحانات. كما انطلقت اليوم في جميع المحافظات العملية الامتحانية لسبر المعلومات والتأهيل الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي. ففي حماة أكد سيدان أمين فرع حزب البعث ومحافظ حماة خلال جولة ميدانية اطلع خلالها على أجواء الامتحانات، أكد أهمية تهيئة الجو للطلاب وتأمين الراحة والوقت المناسب. وفي حمص تقدم نحو 4,650 طالبا وطالبة لاختبار ترشيح القبول لامتحان الشهادة الثانوية العامة للطلبة الأحرار موزعين على 30 مركزا في المحافظة، مع توفير جميع المستلزمات لتنفيذ العملية الامتحانية التي سارت بشكل طبيعي وضمن شروط ملائمة. وفي الحسكة انطلقت اليوم اختبارات ترشيح القبول لامتحان الشهادة الثانوية العامة للطلبة الأحرار بفرعيها العلمي والأدبي. مديرية التربية في المحافظة بذلت الجهود الممكنة لتمكين الطلاب من تقديم امتحاناتهم وسط أجواء هادئة ومريحة. وفي اللاذقية تفقد السيدان محمد شريطح أمين فرع الحزب وإبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية تفقدا المراكز الامتحانية للطلاب الأحرار للشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي في المحافظة للوقوف عند مستوى الأسئلة للمواد الامتحانية المطلوبة والوقت المفروض لاجتياز هذا الاختبار. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبمشاركة جميع الفعاليات والهيئات المعنية تقيم معرضا للمنتجات الريفية في خان أسعد باشا بدمشق القديمة. تحت عنوان سوريات يتحدين الأزمات،
لجنة سيدات الأعمال في اتحاد المصدرين السوري تقيم معرضا للمنتجات الريفية وبمشاركة عدد من الفعاليات والهيئات المعنية بمنتجات الاقتصاد المنزلي والتراثي الحرفي. المعرض هذا اللي هو موجود اليوم موجود بمشاركة عدد كبير من سيدات الأعمال اللي عم يشتغلوا بإيدهم من خلال شيء يدعى الاقتصاد المنزلي اللي هو يعني جزء مهم من الاقتصاد السوري. هاي المشاريع الحقيقة هي مشاريع مهمة لأنه أولا بتحقق منتجات بتعزز المنتجات السورية الموجودة بالأسواق حتى ما يكون في عنا نقص بأي منتج، واثنين فرصة لحتى نتوجه بهالمنتجات باتجاه خارج القطر باتجاه التصدير، وتكون هالمعارض الخارجية هي قاطرة لتصدير هالمنتجات من خلال دعم الجهات المعنية التابعة للوزارة بالعموم كمؤسسة المعارض واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات. دعم الاقتصاد المنزلي ودمج الأعمال المهنية والتراثية القديمة مع التجارة وتحسين وتطوير المنتج المحلي والتعريف به كانت أهم أهداف هذا المعرض. غاية المعرض هو أظهار وكشف ولنعرف شو في مهن اليوم عايشة قادرة تخرج منتج للتسويق. نحن جمعنا بهذا المعرض الأعمال التراثية اللي هي العمق وهي لب الاقتصاد السوري. احنا استقطبنا هالوافدين يلي ما لهم عمل واللي طلعوا ما عندهم اشي لا منهم ينتجوا ومنهم يمولوا غيره. حب ادعي كل الموجودين والمغتربين يعني جو يشوفوا تراثنا جو يشوفوا اعمالنا الحرفية التراثية، وبحب انها تتسوق هالاعمال وتتروج يعني، والدعم كمان بالاضافة للدعم يعني كمان مشان الإنسان يظل عنده حافز يتشجع ويشتغل أكثر وأكثر. رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة السورية إلا أن صمود المرأة فيها كان بارزا في جميع مناحي الحياة، ومنها دورها في الصناعات اليدوية والحرفية.